طب دلوقتي الرومانسية عند محمد حماقي واضح مظهرها قوي في علاقتك بالمدام، انه انا حاضره فرحكو وبعدين حصل انفصال عاقل جدا وبلا ضجة وبلا السوشيال ميديا، واقصد التعبير اللي على وشي وكده، فرجعت بسلام ويعني باحترام وادب ومصر ايه مش عارف ايه. الرومانسية هنا بقى، هل الرجوع العودة عودة عقل ولا عودة رومانسية فقط؟ عودة رومانسية اكيد. لانه على فكرة بمناسبة احنا انفصلنا سنتين، في ناس ما عرفتش ان احنا انفصلنا اساسا. يعني انا ما عرفت في السنتين دول، رحنا ورجعنا سنتين وما حدش خد باله، ما حدش عارف يعني. واحنا وقتها كنا انت فاكر لما جيت فرحك احنا كنا اصحاب وكنا المفروض داخلين نعمل فيلم مع بعض، فاكر؟ فكان فانا ما عرفتش وانا ما قلتش يعني. خالص وكنت حريص قوي ما اقولش عشان ما يحصلش اي تجاوز. لانه في ناس هتالف، مش بس تالف تتجاوز يعني، اللي هو بقى خلاص ما انت بقى ما هي مش معاك بقى مالكش دعوه. لا ليه دعوه يعني، ما حدش اتكلم عليها اصلا. فالسنتين دول هو القرار كان بالعقل ورجع بالقلب يعني، ما كانش يعني الموضوع كان بالعكس يعني. لانه احنا كان في مرحله عدم مش عايز اقول عدم تفاهم، بس كالكعه كده لخبطه وتدخين دماغ ملوش معنى وحسينا انه الاسهل انه كل واحد بقى يرتاح من التاني. واكتشفنا ان لا، ما فيش حد هيرتاح من التاني، لانه انا فات عليا سنتين مش عارف اشوف حد ومش عايز اشوف حد تاني ومش عارف اموف ومش عارف امشي يعني، قاعد زي ما انا في نفس الحته. كل يوم بالليل لما اجي انام تيجي في دماغي فكره طب ما هي ممكن تتجوز فما نامش، ما اعرفش يعني طبعا خالص، ما يجيليش نوم خالص وابقى متضايق جدا طب انا بعمل كده ليه في نفسي؟ وبعدين اوقات الانفصال يكون مفيد، لانه يعني واحنا الاثنين قاعدين في وش بعض دلوقتي كتير كتير كتير، فانا بقيت مش شايف غير الحاجات البايخه اللي انت بتعمليها لي ومش شايف انا بعمل ايه، وانت برضو نفس الحاجه، يبقى انا الغلس وانا اللي بضايقك، انما انت مش عارفه تشوفي انت بتعملي ايه. فلما بيحصل العنصر، نبعد الاثنين دول عن بعض، العنصرين دول عن بعض، فمبقاش فيه الغلاسه، فبتبص في المرايه بقى، الايمج بص في المرايه بقى، انا طب انا عملت ايه؟ انا يعني انا عملت كل المجهود اللي كان المفروض يتعمل. فالحقيقه لا، ونفس الحاجه هي حست نفس الاحساس. فقلنا طب ايه العبط ده بقى، يلا ملوش معنى خالص اللي احنا عملناه. وبعدين كان دليل كبير كمان انه يفوت سنتين وده مش وقت قليل، وما كناش لسه خلفنا يعني، سهلة قوي ان ما نرجعش تاني، فيش حاجة ترجعنا اصلا. لا ورجعنا. انا الحقيقة بحب نهلة جدا، ربنا يحفظها ويحميها لك يا رب، يعني من كل النواحي يعني، بحبها من كل النواحي، بحبها بعقلي ومقتنع جدا، وبحبها بمشاعري الحب اللي هو بقى الحب. ف يعني الحمد لله ان احنا رجعنا. الحمد لله حبيبي. ربنا يديمها عليك نعمه يا رب بحاجه جنب.
طب دلوقتي لما بعد ما نصين التورته اكتملوا جت الكريزه بقى اللي على التورته، هل انت اب مفسد ام عاقل ام مش مصدق نفسه ام ايه؟ انا كل دول يعني، انا مفسد وعاقل ومش مصدق نفسه وشايل المسؤوليه وخايف ومطمن وكل دول كل دول في بعض. انا مفسد لما بحس انها نفسها في حاجه عايزاها قوي فببقى اهبل قوي فبسيبها مع ان دماغي بتقول لي غلط، وبعدين اروح اقول لانها لا ما تعمليش كذا وكذا ومن فضلك ما تخليهاش تعمل كذا وكذا وكذا علشان ده غلط وبتاع، وانا بكلم نهى العاقل جدا. فبعدين هي حرام تلتزم يعني تحاول تلتزم باللي انا بقوله لها ولانها مقتنعة هي كمان فتمام. ففي اول لقطة انا بقى عبيط خالص بعمل العكس، فتبص لي اللي هو فتقول لي انت ليه عايز تطلعني انا الغلسه وانت اللذيذ؟ ايوه اقول لها والله انا ما اقصدش، انا فاكر ان انا وبعدين انت اساسا عمال تدلع في مشاعرها وتقلبها رومانسيه شويه شويه، لانه عيد الميلاد اللي فات اللي عملت لها غنوه فهتيجي معاك بقى في المزيكا. هي جايه في المزيكا جدا على فكره، بتقعد تلعب درامز وحابه الدرامز جدا، وبتلعب دلوقتي بتلعب ارتام يعني، تلعب ديسكو بتلعب مقسوم وبتلعب بيانو يعني، هي في طبعا مزيكا. ما هو انا ليه قصدي انا في حاجات كتيره دلوقتي عماله تلعب في دماغها. ربنا يحميها يا رب، ربنا يخليها لك. اشترك في باقات واتشت الشهريه بتبدا من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنويه تبدا من 150 جنيه.